صباح الخير مرة جديدة إذا انضميتوا لنا هلا. نحن بلشنا نهارنا مثل كل يوم الساعة 8:30، فقرتنا غنية اليوم ومعلومات حلوة، فقرة نيتشر هلا بشكل خاص أنا شخصياً بتهمني كثير لأنه موضوع بحبه يلي هو موضوع الإسينشال أويلز. معك بيروتي، صباح الخير. هاي إسينشال أويلز، هلا كل واحد عنده بركة طريقته ليداوي حاله أو يهتم بحاله. أنا لقيت إنه الإسينشال أويلز بيساعدوني بكثير أشياء، بيخفوا أصلاً ما كثير بياخد أدوية، بس إنه بمحلات بيخففوا علي إذا في دواء لازم أخده. اللي بدي أقوله إنه إذا بركي بحكي عن تجربة أنا عندي إياها، بس ما حدا يعمل، يعني ما بقول لحدا يعمل شيء، كل واحد يتحمل مسؤوليته، يعرف شو عم بيعمل ويقرأ ويقرأ ويسأل، لأنه بالنتيجة شو هي الإسينشال أويلز؟ إتس بويزن. أكيد هي إذا بدك بس تقول اللي عم تقوله إنه هي هلا ترند كثير صار لفترة، خاصة للعالم اللي ما بحبوا كتير يستعمل أدوية، وفيها تساعدنا بكتير مطارح، بس مش يعني مننسى أنه في حكمة لازم نستشيرهم، مننسى أنه في اختصاصية لازم نستشيرهم ونقرأ، لأنه الاسنشال أويلز مشان بالأول لحولها تينقذوا، لأنه لازم ينقذوا، بيصير في أوقات أوفردوز وموت من الاسنشال أويل، فلازم ننتبه لها كتير، لأنه بهالنقطة الصغيرة أوقات في كيلو واثنين كيلو بلانت، يعني بستين من زهرة أو من شتلة بيساعوا بالنتيجة، يعني قد منه concentrated بيصير مثل ما عم بقولكم poison. أكيد يعني، وخاصة كمان خلينا نبلش فيهم يعني اللي بدهم يستعملوا essential oils. وهلا أنا رح أقول كم شغلة منهم اليوم، تعرف موضوع كتير كبير، في عندهم كم شغلة tips لازم ينتبهوا لها كتير. يعني مثلا أول شيء جربوا، خاصة إذا عم يستعملوا على الجلد، مطرح معين، لأنه يمكن يكون يقدروا يعملوا حساسية على بيقولوا إنه إذا أول مرة بتستعمل essential oil عطول حط على محل جلد رقيقة، مزبوط. حط نقطة واحدة وشوف إذا عملت ردة فعل يا ملا، تعرف إذا في ردة فعل. بيرجع ليه لازم نقرأ؟ مثلا بتعرف هلأ قدي أنت كنت عم تخبرني تحت الهواء قدي الحامض والليمون هن essential oils هلأ كتير دارجين immunity booster وعندهم كتير فوائد. هول essential oils اللي بيستعملون على الجلد بنسميهم photosensibilizant، يعني إذا أنا حطيت لهم على جسمي وطلعت على ردة للشمس في عامل حساسية كتير قوية، فكمان مثلا لازم ننتبه لهم، يعني ما بنستعملهم مثلا الصبح نطلع دغري على الشمس، بدنا وقت. في عندك بعض الاسينشال اويلز ما بيسوى ابدا نخلطه بالمي، يعني مثلا النعنع اذا حطيناها بالمي فيها تعمل مثلا هارت اتاكس، مش عم بمزح، عم نحكي عن كايات صاروا في عليهم دراسات. فمشان هيك اللي بده يستعمل اسينشال اويل اكيد هن بيفيدوا، في عليهم كثير دراسات قد ايه بيفيدوا، بس نفس الوقت لازم كثير نقرا ونتسقف فيهم قبل ما نصير نستعملهم. هذا اول شغله كثير مهمه ونعرف لشو عم نستعملهم، وكمان مصدر الاسينشال اويل مهم. صح. يعني لازم تكون زيت اكيد بيو، صح، نظيفه بدون ادويه وباستسايدز، لانه هالاشياء بيبقوا مرات هلا بيو وهيك منا كثير اساسيه كرمال شغله معينه تتعرف، لانه الاسينشال اويل هي تقطير، وكثير من الاسس الخطره اللي نحن بنخاف منهم مثل مثلا الهيفي ميتلز نيتولور هول ما بيقدروا يطلعوا لما نكون عم نقطرهم، بدلوا بالماء تحت. سو بالاسينشال اويل اجمالا ما بنخاف منهم، بنخاف اكثر معقوله يكون فيهم مواد ثانيين، بس مش يعني هيدا ما بخوف. بخوف في الزعبرات، يعني انت عم تقول من مصادر موثوقه، دائما بنجيبها او من مركز متخصص فيهم او من فرماشيه، لانه في كتير زعبرات بالاسينشال اويلز. انا عندي دراستين عملتهم على هذا الموضوع، ما فيك تتخيل قد ايه بلبنان اوقات في زعبرات، يعني مثلا بجيبوا اسينشال اويلز القصعين او معروفه اوقات بمريميه او حتى قويسه، في كتير بلبنان بيجيبوا حيلا زيت وبيشتروا ماده على جنب اسمها اوكاليبتول، بيزيدوها عليها وبيبيعوها انه هيدي هي كرمال تطلع الريحه وبغشونا، مشان هيك كمان لازم كتير ننتبه بهذا الموضوع. اوكي، شو جبت لنا سلكسيون من الزيوتات؟ لانه اليوم بتعرف الموضوع صعب، ما فينا نحكي عن كتير، فرح نبقى نعمل حلقات ناخذ مثلا نبتتين ونحكي عنهم. انا اليوم طلع بالي نحكي عن السيفتي ايشوز، وكمان قبل ما احكي عن اهم سبعه يعني اذا طلعنا وقت، هو الاغلاط اللي عم بتصير. يعني هلا حدك في، اذا فيك تفرجي، ما بعرف اذا رح يزبطوا نفرجيهم كلهم، التي 3 يعني. هلا انا بقدر احط صوره من عندي، يعني شخصيا بستعملها كثير 100%. فهلا هيدا اللي بايده لالبير، هلا بحط لنا الصوره اللي حطيت انا، هي نبته اسمها تي 3. هلا شو عم بيصير؟ لانه اسمها تي 3 صورتها، صح، هلا اذا بدك بحطوا لنا الصوره من عندي هيك على كبيره مبينه، يا حيه هيدي النبته. المشكل شو عم بيصير البير؟ هيدي تي 3 هي من اقوى اسينشال اويلز لكل شيء اسمه انتي فانجل وانتي مايكروبيال، يعني اذا حدا عنده حيالة شيء، يعني ما بده ياخذ مثلا انتي بيوتيك لنقول، هيدا كثير بتفيد.
وين المشكلة عم بيصير فيها؟ أنه لأنه اسمها شاي أو تيتري الناس عم بتفكر أنه هيدا نبتة الشاي، هي ما لها علاقة أبداً بالشاي. رح فرجي أنا رح أوقف فرجي بس هيك كم شغلة صغيرة. بس مار كاميلا لما نضيع yes. ما يعني لما نطلب الاسم أو الإنجليزي أو اللاتيني مزبط. لما بدنا essential oil يعني ما نقول بدي تبع الشاي اسمها تيتري بدي تيتري صح لانه مثل ما عم تقول ايه منا شتلت ايه بس شو اللي عم بيصير رح فرجي هلا هون عندي شغلتين تا المشاهدين يفهموا معنا هيدا اللي انا هلا هون جايبها معنا هي الشاي الاخضر يلي هيك بنسميها نحن بالعربي هي ليمون جراس هي ليمون سيترونيل صح فهلا عم بينه فهيدا البلانت منا يعني مش انا بزرعها بقطرها بصير بخدها از انتي مايكروبيال هيدا اللي عم بيصير كثير غلط بلبنان اوكي فلانه بس الاسم العربي تبع شاي اخضر منا يعني شاي وهلا تسمية شاي اخضر غلط اصلا كثير غلط عليها بس هذا الاسم يلي جدودنا سموه اوكي هلا هيدا النبته اللي حد هون هي عن جد عن جد لوتيفير المزبوط يعني لما انا بدي اقول شاي اخضر هيدا هي النبته اوكي فما يعني ما نروح نفكر وهيدي كمان عندها فوائد غير يعني أوكي. لو اسمها تيتري مش يعني شاي والتيتري هيدا اللي بدنا نقوله انه التيتري اللي عم نحكي عنها منا ولا هاي ولا هاي 100% ليك بس اسمها تيتري صح رح ارجع للصور تبع المشاهدين مشكله مش بس مشكله مش بس بالعربي المشكله بالانجليزي بالفرنساوي كمان صح مشان هيك نحن بنقول دائما نعرف شو عم نتبه على الشتله ليك شو رح اعمل انا مشان هيك حطيت صور ورا بعضهم تيكونوا عارفين المشاهدين هلا اذا فينا نحط الصور ونقول عنهم على السريع بدك تقول لها شو الاستعمال مثلا اي اكيد 100% التيتري اللي عم نشوفها هلا هون قدامنا اذا بدك انت خبرنا شو انت بتستعملها بس هي انتي مايكروبيال اكثر شيء حبوب على الوجه اوكي سو فينا نحطها كيف بتستعملها عاده نقطه صغيره 3 مرات بالنهار اوكي وفينا كمان اكيد نحط مثلا تحت الدينه تحت المنخور هيك نقطه بتساعد كمان تسحبها كومبليت يعني بتشيلها كومبليت 100% هلا خلينا نفرش الصور هيدي التيتري هلا هي يلي هون عم تشوفها بالفرنساوي لو بنسميها سيترونيل بالعربي بنسميها شاي اخضر بس هيدي غير شيء بالمره هلا هيدي هون كمان ما بدي اعقدها على الاخر يعني بس هيدي فيها تستعمل انسكت ريبلنت يعني بتبعد الحشرات وفيها تستعمل لانه في كثير ناس بيعرقوا كرمال ما يعرقوا زياده عن زوم كمان بيقدروا يستعملوها هيدي وحده من الاستعمال انا شخصيا ما بستعملها غير بالطبخ هيدي يعني هلأ. اذا في سمك بالفرن هيدي بتقطع معه اوكي بس اذا ليك شو انا ما بدي اعقدها كثير بس رح نعقدها مش مشكل حدك في اثنين اذا بدك هون نفرجيهم شو يلي هي البالماروزا ويلي هي هون شو عندك الليمون جراس والبالماروزا اوكي اوكي هول اثنيناتهم اذا بدي فرج الصوره هلا مالي رح حط الصوره اسمهم قريب مش اسمهم قريب سيمبوبوغون فليكسيوسوس صح وهيدي سيمبوبوغون مارتيني يعني مارتيني وفليكسيوسوس 100% هيدا اذا انت رحت على فرمشيه وطلبتهم هول اثنيناتهم سيترونيل اثنيناتهم مش بعض يعني رح حط الصوره اذا بيقدوا كمان من بعد ما يخدها يفرجينا الصوره ليك شو حلوه الصوره يعني النبته اثنيناتهم اسمهم سيبوغو رح حط الصوره عندي هلا اذا بيقدر هون على اليمين وعلى الشمال يلي انت حاملهم بايدك على اليمين وعلى الشمال اوكي سو مشان هيك كمان هون ما بنحكي للطبخ بنحكي للصحه كل وحده منهم عندها استعمال وحده اميونيتي بوستر من هولي وانتي فانجل والثانيه هي ريبلنت وكرمال للعرق يعني مشان هيك لازم كمان يعني الليمون جراس الفليكسيوسوس هي يلي بتبعد الحشرات 100% بس وين بتحطها بتحطها على جسمك او بتحطها على نقاط حواليك فيك تحطها بتحرقها كذا طريقه يعني بتعرف انه تعملها ديفوزيون ليك شو فيك انت تحطها مع كارير اويل بتحطها على جسمك فيك تحطها ترش على الجسم تقدر تعمل هيك فيك تحطها بالبيت بفابوريزاتور وتطلع الريحه فهي ريحتها بتبعد الحشرات سو هون عم نشوف هون انه كيف نبتتين مختلفين لو مقطرين لو اسم اثنيناتهم سيمبوبوغو استعمال كثير مختلف أوكي. انا ما قصدي نعقدها على المشاهدين قصدي نقول لهم انه كثير هذا العلم حلو بس اذا ما قرينا وتثقفنا فيه احسن ما نستعمله هذا الهدف يعني يلي ما بده يقرا ويتثقف ويفهم بالشغله ما يقرب عليها لانه بتاذي اكثر 100% سو خلينا أوكي. نشارككم بالقصص المهمة رح نحكي عن أهم 7 يعني بالإسانشل أويل بيقولوا في الإسانشل 7 فأول واحدة رح نحكي عنها هي النعنع أنا ما نجيبها اليوم معي بس هون عم نشوف النعنع شو هي نعنع اللي إذا صح ما غلط أنا بستعملها لمثلا ما بعوزها كتير بس إجمال بعض أوجاع البطن والعين نفس 100% حتى في عندها بعد شغلتين كتير مهمين فيها توقف دقات القلب والاستعمال توقف دقات القلب يس يعني تخفف يعني ومش أكيد 100% فبس الأهم هون تتعرف شغلة كتير من ضباط الجيش اللبناني أنا ما كنت بعرف يستعملوها لأنه بتحطها حد سيارتك على حد الفيتاس وين ما بدك إذا حسيت حالك رح تنام بتشم بالثانية بتوعه
وكثير مستعمله ما فيك تتخيل قد ايه. يعني هي بتخلي الواحد يرجع ينشط، بسموها منتل ستيمولنت يعني. أوكي. هي دغري بتوعي بالثانيه بس ما فيك تتخيل قد ايه يعني بترش يعني بتعرف نحن وصغار كانوا يعطونا منتول زيت الفكره منها. فهيدي للنعنع. هلا ثاني شيء عندنا الاوكاليبتس هون، بليز لريت خاصه الامهات اللي عندهم اولاد صغار بيسمعوا وبركزوا معنا هالشغله. الاوكاليبتس اذا بتروح هلا على فرماشيه وبتشتري اوكاليبتس 10000 ليره على شويه لتر يعني كبيره، هيدا ما لنا الاوكاليبتس المضبوطه، وهيدا ما لنا لازم نستعملها لاولادنا وللصحه. لازم تقروا دائما كلمه اوكاليبتس رادياتا، هيدا اللي لازم يستعملوها. اذا ما قرينا يعني نوع من الاوكاليبتس يلي عنده هال صح وكيف الجيده 100% هو من اهم انتي فايرال. اللي كيف بدو شغله انه لتعمل مثل ما كنا عم نقول انه بستان بانين صغيره 100% بالنتيجه الايسنشال اويلز هالانين الصغار سعره يعني سعره ما بعرف 10 دولار 12 ما بعرف قديش بس انه منا ب 1000 وب 2000 لانه كميه كثير هائله من الزهور النقيه والنظيفه او هي حطيناهم بهيدا فهذا اللي كنا بدنا نقوله انه اذا كانت كثير رخيصه اكيد فيها زعبره في شيء منه صحيح 100%. فهلا هون تنتبهوا كثير منيح، لازم الاكاليبتوس رادياتا هي انرجي بوستر وهي انتي فيرال. تعطيك اكزامبل، هلا بالمانيا في كثير من الحكمه بيطلبوا من الامات انه يحطوا نقطه اكاليبتوس رادياتا على الاجر من تحت للولاد قبل ما يناموا، بس انتبهوا بعدين ليه هن يحطوها، لانه الولد اذا حطها في حط ايده حد عينه بيصير في مشكل. وهيدا من اهم القصص لواحد ما يرشح وما يصير عنده فلو وكرمال كل شيء امراض الانتي فيرال تما يعطوه الانتي بيوتيك. يعني هيدا هلا كثير ترند، بس ينتبهوا بس على الاجر من تحت يعني. بس اول مره بسمعه لانه هيك الكاليبتوس بنعمل له ديفيوزيون بالبيت، او فيك تاخذ نقطه وتحط حد المنخور هون. بس ننتبه نقطه او نقطتين دغري كمان بتقدر بهالطريقه تفوت على الجسم. ما عندك رافينسرا هيدي مثلا اساسيه؟ ما جبتهم كلهم، مش بالاسنشال 7 مشان هيك انا ما بستعمل غيره. ايه بس انا بحكي على اكثر شيء للرشح. نو هلا البيت هيدا اللي انت بتستعملها كثير. لمن مش كثير بس بستعملها للهضم. اوكي فاللمن يلي هو واحد من اهم اسنشال اويلز اكيد للهضم يعني كل شيء دايجستيف وهيك، بس كمان هو من اهم اميونيتي بوستر بالعالم. يعني اذا بدنا تسعنا ضد المناعه، هلا من الفورمولاز كثير ترندي بالعالم وين ما كان بيستعملوها، بياخذوا او بتشتريها خالصه او انت بتعمل خلطه تبعك سيرودرابل بتذوب فيها يعني بتحط فيها الاسنشال اويلز تبع اللمن وبتصير بتاخذ الصبح مره او مرتين بالنهار. هي من اهم شيء ضد المناعه، يعني هيدي كمان كثير مهمه نعرفها. بس بحب اقول شيء للمشاهدين انه بالحامض مثل ما هن بيعملوا بالطبخ الاسنشال اويل بس موجوده بالقشره بالزست، سو هذا اللي بخلي كمان انها تكون غاليه. يعني انت ما بتستعمل غير القشره من هي الاسنشال اويل. بيرجع عندنا اللافندر، هي بالاسنشال اويل 7 لافندر انتي عندها كثير اساسيه. اول شيء بتشيل ايه هلا هي فيها تشيل كثير جروح، والاصلا اللي اخترع الاسنشال اويل عصيت النحل 100% اسمه كان جاتو فوس اللي هو اخترع هذا العالم كله، بيقولوا كان باللاب تبعه وجرح حاله فكان مقطر لافندر حط ايده فيها وشفيت الجلد، فهي ووند هيلينج يعني اول شغله. ثاني شغله والاهم يعني انه بتريق وبتنسينا ننام. مزبوط اذا اكتشفها هيك يعني زمط زمط يعني منيح ما كانت غير شغله. خليني اقول الاخير قبل ما يخلص وقتنا يلي هو من اهم الاسنشال اويلز يلي معلوم لازم ما بنستعملهم كثير، لازم قد ما فينا نستعمل اكثر الحبق او البيزل يلي هي اكيد بتروق ريلاكسانت، بس كمان الكثير مهم لها قدام مهمه ضد الميجران. فاللي عندهم هيدا من اهم بلانتات. ايه فهلا رح نعمله البارح، شوف ايمتى نكون انا وياك مره ثانيه وناخذ ثلاثه منهم ونفصلهم اكثر، لانه هلا انا بيهمني كثير كون معك بهيك حلقات. وبدي ارجع اقول شغله للمشاهدين انه عالم هالزيوتات الاسانسيال عالم واسع كثير وحلو كثير، بس كمان انتبهوا وقروه وشوفوا بس مش نكتر منهم مش كيف ما كان، في لهم طريقه. بس خليني اقول شغله كمان لننهي فيها، ننتبه كثير منيح. انا اليوم عم بحكي عن الزيوت المقطره مش الزيوت النباتيه. نعم. يعني هي كثير مهمه، انا ما عم نحكي على هول ما بينعصروا، هول بناخذهم بالتقطير لانه هول الخطرين، الزيوت النباتيه منهم خطرين، بس رح نرجع نفصل الموضوع ونحكي عنهم اكثر. ميرسي معك لهالحلقه، انا ناطر بحماس حلقه جديده نفصل بركي انواع جديده من الزيوت المقطره. رح ناخذ بريك ومنكمل اللايف.